من المسلسلات اللي انا شايفه ان هي كانت مفاجاه في رمضان السنه اللي فاتت مسلسل ولاد ناس. من البدايه بصراحه بمنتهى الصراحه الناس وهي بتتفرج على خريطه المسلسلات قالوا مسلسل هيجي ويمشي بصراحه، البرومو هادي، الدنيا هاديه، مش الحاجه اللي هتخش في وسط بقى فرقعت وطحنت رمضان. عدى على طول، يعني اول ما رمضان دخل الناس كلها بقت ملهاش حديث غير عن المسلسل ده. برضو من المسلسلات اللي كان محدش متوقع ان هو هيفرقع وكسر الدنيا حرفيا. احكي لي عن المشروع ده. انا كنت بعمل ثلاث اعمال الاولانيين دول، وفتره الكورونا جه ابراهيم حموده المنتج قال لي عايزين احنا نعمل، قلت له ما عنديش وقت وكورونا وبتاع، قال لا ما فيش حد تاني ولازم، قلت له فكره الوقت بس، قال لي احنا نصبها لك ما تقلقش واحنا نصر. قلت له اوكي. انا قعدت اقرا، قلت له اقرا كده، قريت واللي وافق قبل الممثل صبر الاب. يعني انا عايز اتكلم في ده، انا عايز اتكلم في الموضوع ده، في موضوع المسافه اللي بيننا وبين عيالنا، هل احنا نعرفهم فعلا ولا احنا مجرد بنصرف عليهم بس؟ وده السؤال اللي المسلسل بيقوله، هل نعرف عيالنا؟ صح. وسبحان الله رن عند كل الاباء والعيال. حقيقي. يعني انا نادرا ما بشوف شباب ولادنا بتوع المدارس الثانوي الاجنبي والمصري وبتاع بيتفرجوا على مسلسلات اصلا مصريه. صح. هما دايما بيتفرجوا على حاجات اجنبي. اتفرجوا بدقه لانه شافوا نفسهم، فكرهم بالجو بتاعهم ومدارسهم. هو انت الجمهور بيجي لك لما يشوف ظله على الشاشه. صح. وده اللي حصل حقيقي، شافوا مشاكل حقيقيه، واحنا كمان كابهات وما شفنا قد ايه احنا بعيد عن الولاد يعني وكده، ده كان له اثر كبير جدا في الشارع يعني. من المشاهد اللي انا شايف انها كانت قويه، انا حتى كاتبه عشان ما انساش، في الحلقه 18 بالتحديد كتير قوي من الجمهور علق وتاثر على المشهد اللي انت بتعترف لاحمد وفيق واستاذ احمد وفيق استاذ احمد صيام ان ابنك مش بيحبك وبيكرهك، وبكيت جدا في المشهد ده. كلمني عن كواليس المشهد. كانت الدنيا برد جدا يوم. اكتر حاجه فاكرينها كانت الدنيا برد جدا جدا، لدرجه اني وقفت مره وطلعت البس بلوفر تحت البدله علشان الكلام بيعمل كده، مش قادر. وقلبت معانا بضحك يومها والله، يعني من كتر اللخبطه بتاعت البرد. قلبت معانا بضحك وما كناش عارفين نلم نفسنا لحد ما خدنا هدينا كده واشتغلنا المشهد ده. عيسى الناجي كان عنده مشكله انه كان موهوم في قوته. موهوم ان هو نجم في ساحات القضاء ونجم اجتماعي وملياردير وقوي ماسك كل حاجه، كل حاجه في ايده. اللي ما يبقاش واثق لما تحصل له مشكله بتعدي بشويه جروح، لكن اللي واثق ومالي ايده قوي زي عيسى الجرح بيحس بهدر كبير حصل له. طب كانت اقصى حاجه عليه في كل اللي حصل ده ان ابنه مش بيحبه. لانه مش متواصل معاه طبعا، فكانت جرحاه الحكايه دي جدا جدا، وده اللي سبب تحوله طول المسلسل. ومن الحاجات اللي عجبتني في الشخصيه دي كمان كتمثيل بقى انه حصل له تحول قدام عينينا كمشاهدين. يتحول قدام عينينا، مفيش حاجه كات، مفيش حاجه كات، تساوي بهدوء كده لحد ما بقى بني ادم تاني. المسلسل فعلا ليه دور تاني، ليه جزء تاني، انا اسفه ولا لا؟ لا لحد دلوقتي ما حدش قال لي، لان احنا في رمضان فات من نجاح المسلسل سمعنا كتير كلام ان هو اكيد ليه جزء تاني. اتمنى والله، لانه حاجه حلوه جدا، بس لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه.